أستاذ محمود، دائما في مثل هذه المواقف يكون الموقف أو الملف فلسطين حاضر بشكل كبير، تداعيات مثل هذا على القضية الفلسطينية، هل هذا الملف سيغيب القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، خاصة عندما قال السياسي والصحفي الفلسطيني الدكتور صالح النعيمي عندما انتقد هذا البيت وقال أنه سيؤثر على القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، هل التأثير هذا سيكون كبير أم أن القضية الفلسطينية يعني منتعشة دائما في قلوب العرب والمسلمين وتستطيع أن تتجاوز مثل هذه الأفكار؟ قضية فلسطين لا شك ستتجاوز كل هذه الأمور، وتأثير هذا البيت الإبراهيمي على الداخل الفلسطيني صفر. إنما مشكلة تأثير هذا البيت الإبراهيمي والدفع بالعولمة الدينية والأفكار اللي بنتكلم عنها دي في خارج فلسطين في مجتمعاتنا العربية الإسلامية لا شك يكون فيه تأثير، لكن هذا التأثير إحنا على يقين أن القضية الفلسطينية ستنتصر في النهاية وستظل هي الباقية، لأن ده مش جديد. اتعرضت فكرة القضية الفلسطينية لحاجات كتير جدا طوال التاريخ الفلسطيني، إنما الموضوع ده بقى جديد قديم، لأن وجوده وجذوره موجودة، إنما جديد بقى إن في دفع عنيف جدا. وزي ما قلنا في الأول، الموضوع مش مجرد بيت إبراهيمي وإنما ملف كامل، لا شك أن هذا ملف كامل يتم التحضير له بعناية، في خطوات جاية. ما هي الخطوات القادمة التي يمكن أن تكون في مثل هكذا ملف؟ انه يتم تعميم الموضوع بقى، اذا كنا عملنا في الامارات يبقى نعمل مندوب للموضوع ده ونعمل له سفاره في كل دوله، ونعمل زي ما كان في كل دوله. احنا بننتقل بقى للمرحله الثانيه، والموضوع يبقى ما نتكلمش في مساله ان فلسطين ارض للمسلمين، لان الموضوع ما بقاش فيه مسلمين دلوقتي، احنا بنتكلم على التعايش السلمي، ويبقى فيه سفاره. يعني اذا كان فرسان الهيكل اللي هم موجودين دلوقتي الاسبيتاريه اللي في او جنود مالطا وفرسان مالطا ليهم سفاره في كل دوله، وهم ما لهمش دوله. فالاولى بقى ان منظمه تنشا بهذا الشكل، يتم ان عمل لها سفارات، وبعد كده يتم الخطوه اللي بعد كده انه يتم عمل نفس الفكره. والحقيقه في مصر في حاجه زي كده كان اللي هو السادات عملها وفشلت، انه بارض يتم بناء عليها ثلاث اماكن للعباده، واحده للمسيحيه وواحده لليهوديه. والشيء المستغرب جدا انت بتبني البناء العباده ده في ارض، يعني في مصر ممكن نتقبله اهي شويه نتكلم فيه لان فيه يهود، انما الامارات فين اليهود اللي في الامارات عشان تبني حاجه زي كده؟ وفين الهندوس عشان تبني من قبل كده معبد هندوسي؟ وفين؟ فالخطوات اللي جايه انا على يقين ان هذا ملف كامل، وليس مجرد مبنى بيتعمل، وانما خطوات معينه هيتم التحضير ليها وهيتم الدفع ليها، ان الموضوع هيتم التغلغل في مجتمعاتنا العربيه. وللاسف معظم مجتمعاتنا النهارده فيها اختراق رهيب ومشاكلها الداخليه والسياسيه وغيره، من السهل وهي مجتمعات للاسف في ظاهرها هشة وإن شاء الله تكون في باطنها قوية، لكن يعني هذه المخالفات والمغالطات تنطلي على وعي الشعوب والمجتمعات حتى ولو كانت الآن في حالة ضعف؟ الوعي موجود، لكن لابد إن احنا نكون موضوعيين وواقعيين، إن شبابنا ومجتمعاتنا العربية عندهم مشاكل كتير جدا في موضوع الوعي ده. الوعي موجود لا شك، لكن مثل هذه الأمور يتم الاختراق بها بما يسمى فقاقيع الثقافة، واللي بيتم دعمهم بمادة قوية جدا بأموال كثيرة جدا تنفق عليهم، واللي بيتم بقى عمل لهم قنوات على السوشيال ميديا وغيره. فالوعي موجود، لكن هذه الأمور تؤثر لا شك، ولابد من مواجهتها. ما احنا ما ينفعش نقول الوعي موجود ونسكت، لأن الوعي ده عامل زي مثلا الصخرة اللي بننزل نقطة مية عليها كل شوية، نقطة مية تنزل، ففي الظاهر كده نقطة المية دي مش هتعمل حاجة في الصخرة، مش هتعمل حاجة، إنما مع مرور الوقت هتجد إن الصخرة شرخت وتفتتت وكسرت. إن لم نواجه هذه القطرات اللي بتنزل اللي في ظاهرها يا جماعة دي ضعيف، إيه يعني بيت إبراهيم؟ لا، ليست ضعيفة، ليس شيء هين، وإنما شيء كبير جدا. هذه النقاط التي تتساقط السوداء المضرة التي تحمل البغض والكره وليس السلام والتعايش على الدين، على الدين وعلى مجتمعاتنا، هي قطرات ستشقق هذا المجتمع، وإن ظهر وإن كان في وعي وإن ظهر كصخرة قوية إن لم يتم مواجهتها. إنما فكرة التصريح من هنا ورفض من هنا، لا شك الرفض لابد منه، لكن وحده ليس كفاية، لا يمكن أن يكون هو وحده كفاية، لابد من اتخاذ خطوات تانية، زي ما هيتم اتخاذ خطوات تانية، الناس دي هتتخذ خطوات تانية، أنا على يقين من كده، هيبقى ليهم خطوات تانية، فلابد من واجهة ده بخطوات تانية برضو غير الرفض. مؤتمر ما يتم عقده، شيء سياسي يتم عمله، شيء ديني يتم عمله، إنما الرفض وحده لا يمكن أن يكون كفاية.